الظهور الأول لزوجة الأسد المغربي اللاعب ياسين بونو وأول تعليق لها. استطاع حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو أن يصنع التاريخ مع زملائه بوصول المغرب لأول مرة إلى الدور ربع النهائي من المونديال الكروي، وذلك بعد الانتصار العظيم الذي حققه المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الثلاثاء بفوزه على المنتخب الإسباني. وانهالت التعليقات المتنوعة والمشجعة والفخورة بأسود الأطلس بما حققوه من إنجاز عظيم أدخلهم وأدخل الشعب المغربي لأول مرة في تاريخ كأس العالم. وكانت إيمان زوجة حارس المرمى ياسين بونو من بين المباركين له، حيث نشرت عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على إنستغرام صورا لزوجها من المقابلة ضد إسبانيا، وأرفقت إحداها بتعليق رومانسي وكتبت: أنت بطل الشعب كله ولكن خصوصا البطل ديالنا. زوجة ياسين بونو هي فتاة اسمها إيمان تحمل الجنسية المغربية، ولدت في بلدة سطات المغربية عام 1992. التقت إيمان بزوجها اللاعب لأول مرة عندما كان عضوا بارزا في فريق الوداد البيضاوي، وفي عام 2012 تزوجته بعد أن تلقت عرضا من فريق أتلتيكو الإسباني مدريد لتنتقل معه وتعيش في إسبانيا. بينما كانت مع زوجها هناك أنجبت ابنتها الوحيدة، وهي تعيش حاليا حياة سعيدة مع زوجها وابنتها، كما أنها ترافقه في بعض رحلاته الرياضية للمنتخب الوطني.